اتكلم محاضره من محاضرات الدراج انتراكشن هي دراج اليرجيس. بعض الادويه كان كوز ادفيرس سايد افكت، تمام، وبعض الميديسين او الدراجز كان تريجر اليرجيك رياكشن، تمام. لما بيكون عندي اليرجيك رياكشن، الاميون سيستم باي ميستيك بيعمل ريسبونس توواردز الدراج باي كريجيتنج ان اميون ريسبونس اجينست ات، بيعمل اميون رياكشن اجينست هذا الدراج باي ميستيكس. وهذا الاميون سيستم او الاميون ريسبونس بيعمل ريكوجنيشن للدراج از فورين سبستانس، تمام. وبعدين نتيجة هذا الاميون ريسبونس توواردز الدراجز بيحصل ريليز لسيرتن كيميكالز او سيرتن ميدييتور زي الهيستامين، تمام. فهي ديت اللي بتعمل الالرجيك رياكشن. يبقى بعض الادوية بتعمل الالرجيك رياكشن وبعضها بتعمل ادفيرس افكت. الالرجيك رياكشن اللي بيحصل فيه ان الجسم باي ميستيكس بيعمل اميون رياكشن او اميون ريسبونس توواردز الدراج، وبيعمل ريكوجنيشن لهذا الدراجز على انه فورين سبستانس. نتيجة هذا الاميون رياكشن والاميون ريسبونس توواردز الدراج بيحصل ريليز لسيرتن ميدييتورز او كيميكالز، من ضمنها الهيستامين اللي هو المسؤول عن الالرجيك او الالرجي. ايه السيمبتومز بتاعت الدراج الالرجي؟ ممكن هذه السيمبتومز بتتراوح من مايلد الى مودريت الى لايف ثريتنينج سيمبتومز، تمام. الريليز بتاع الهيستامين اثناء الالرجيك رياكشن بيؤدي الى سكين راش، طفح على الجلد، وهذا يؤدي الى ايتشنج، هرش في الجسم او في العينين، نيزل كونجيشن او برونكال كونجيشن، ويحصل سويلنج في الماوس اند ثروت، شفايفك تخنت وزورك تخن، اوكي، ولسانك كمان تخن. في الحالات بقى المور سيفير الرجيك رياكشن، مريض بيحصل له ديفيكالتي بريسنج وممكن يزرق، بيحصل له بلونس اوف سكين، مريض نقص الاكسجين نتيجه الديفيكالتي بريثنج ومش قادر يوصل اكسجين للبرين، يحصل له ديزاينس وفينتنج. ان اديشن قبل الفينتنج يحصل له كونفيوجن، وبعدين يحصل رابيد بالس، وما هذا الالرجيك رياكشن السيفير ممكن يروح مني للانافلاكسس او الانافلاكتيك شوك. نتكلم دلوقتي نشوف الانافلاكسس والانافلاكتيك شوك. الانافلاكسس عباره عن سيفير بوتنشال سيريس الرجيك رياكشن. ممكن ايه اللي يسبب الانافلاكسس؟ فود الرجي زي البيناتس والهويتس والاجز، مثلا بتاكل بيض او تشرب لبن، والسي فودز. او ممكن يكون الانافلاكسس نتيجه دراج الرجي، او ممكن تكون نتيجه انسكت بايت او انسكت ستينج زي لدعه العقرب او لدعه التعبان وهكذا. يبقى الفود الرجي او دراج الرجي او الانسكت ستينجز او الانسكت بايتس دي ممكن تؤدي الى انافلاكسس، والانافلاكسس هي عباره عن بوتنشالي سيريوس الرجيك رياكشن. امال الانافلاكتيك شوك ده بيبقى عباره عن انافلاكسس، يعني بوتنشالي سيريوس الرجيك رياكشن، لكن المريض بيروح مني الشوك. ليه شوك؟ لان بيحصل عندي بور سيركيوليشن، تمام، وديبريفيشن فروم اوكسجين، ما بيبقاش فيه اوكسجين، فالمريض بيحصل له شوك وممكن يحصل له سادن ديس نتيجه البور سيركيوليشن و lack of oxygen. symptoms of anaphylaxis قبل ما المريض يروح anaphylactic shock: skin reaction such as flushed skin او pale skin، اوكي، تمام، المريض جسمه احمر او لونه يبهت، وبعدين sudden feeling to warm، المريض يحس ان هو زمتان، ماشي، ويحس ان هو زوره ورم، فيحس يقول لك انا حاسس ان في كلكعه في زور اللي هي لامب ان يور ثروت اور تانك، وتلاقي شفايفك ورمت ولسانك ورم، تمام، وبالتالي بيبقى عندك ديفيكولتي في السولوينج، حتى انك انت صعوبه تبلع ريقك او انك تتكلم، ونتيجه هذا السويلنج التخن اللي حصل نتيجه الانفلاميشن في زورك يحصل لك فوكال تشينجز، يعني صوتك يتغير يبقى عامل زي الهورس، هورس لايك فويس. ان اديشن يحصل نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين، ستومك كرامبس، هويزس اللي هي صوت الخروشه، وبريزيستنت كف، اوكي، ويك ورابيد بالس ويز هاي بوتنشال، يعني يحصل لك هاي بوتنشال ويحصل لك رابيد بالس او ريفلكس تاكي كارد، راني نوز وسنيزنج، عطس، تنجلنج هاند، يدك منمله، والفيت والماوس او السكال بيقول لك حاسس بتنميل في وشي وفروه راسي وفي ايديا.
دي السيمتومز بتاعت الانافلاكسس. لو انا بصيت كده هتلاقيها اكتر كتير من الالرجي. اوكي، عشان كده هي سيريوس وساعات بتبقى لايف ثريتنج. لايف ثريتنج امتى؟ لو راحت للانافلاكتيك شوك. تمام، الانافلاكتيك شوك السيمتومز بتاعتها هي نفسها بتاعت الانافلاكسس، بس بيزيد عليها فايتنج فور اير او استراجلنج فور بريث، بلونس اوف سكن، ما عادش فيه اكسجين نتيجه البرونكوس بازم اللي حصل ونتيجه السويلونج اللي حصل في الزور، ما فيش هواء بخش فما فيش اكسجين، فالمريض يبتدي يزرق. ديزاينس كونفيوجن، سادن فيلينج اوف ويكنس ولوس اوف كونشسنس او الكوما. شفت حاجتين اتنين مهمين، اعرف ان المريض راح من الانافلاكسس للانافلاكتيك شوك لما الاقي السيمتومز بتاعت الانافلاكسس ويزيد عليها واحد من الحاجات اللي انا هقولها دي، بلونس اوف سكين او لوس اوف كونشسنس، المريض يبقى ستوبر او كوماتوز. تمام، او يبقى عندي ساينز اوف ميجور اورجان دامج زي البرين دامج، المريض يبقى عنده كونفيوجن او لوس اوف كونشسنس او كوما، كارديوجينيك شوك. تمام، وده بيبقى الهارت ما بيطلعش انف بلاد. تمام، الهارت ما بيبقاش فيه، ما بيقدرش ان هو ايجكت انف بلاد يربى، فده يعمل لك هايبوتنشن وبعدين يحصل عندي اريزمي، ودي بنعرفها بالاي سي جي. ودس يبقى انا عشان افرق الانافلاكسس من الانافلاكتيك شوك ادور على البلونس اوف سكان وادور على الساينز بتاعت الميجور اورجان دامج. تمام، زي ايه؟ برين دامج اللي بيبقى المريض عنده كونفيوجن ولاك اوف كونسنتريشن ولوس اوف كونشسنس او كوما، كاردييك دامج كارديوجينيك شوك، فالمريض يبقى عنده رابد بالس ريت وعنده هايبوتنشن، ان اديشن المريض بيبقى ايه كمان؟ اريزميك. تمام، عشان كده بنقول السيمتومز اوف انافلاكتيك بلس سيمتومز اوف شوك، ده ما يعرف الانافلاكتيك شوك. واهم حاجه في السيمتومز بتاعت الشوك بلونس اوف سكين، الهايبوتنشن، ساينز اوف ميجر اورجان دامج زي اللوس اوف كونشسنس او الكوما او رابط هارت بالس والاريزميا، ده بتقول ان في كاردياك دامج او كارديوجينيك شوك. ايه بقى الموست كومن دراجز الليرجنت دراج؟ ايه الادويه اللي هي ممكن تعمل حساسيه ودي لازم كوشن ان المريض لازم يعمل هايبر سنسيتيف رياكشن قبلها او اختبار حساسيه؟ البنسلينز والسيفالوسبور لان هناك كروس هايبر سنسيتيفتي، لونج اكتنج بنسلين اللي هو البنسلين طويل المفعول، السلفونامايدز زي السبتازول والسبترين، الانالجين اللي موجود في حقن السيفاجين والنوفالجين ايروس وامبولان، الاسبرين والاسبرين فايرل اللي هو الاسبيجيك، الباربيتوريت، الانسولين سبيشيالي الانسولين اللي هو جاي من الانيمال سورس، الايودين اللي بيستخدم في الراديو كونتراست ميديا او في علاج الثايرويد ديس اوردر، الانتي تيتانيك سيرام اللي هو مصل التتانوس، تراي سايكليك انتي ديبريسانت، كاربامازيبين ده انتي كونفالزانت، اوكزا كاربازين ده انتي كونفالزانت ديريفاتيف من كاربامازيبين، التريبسن والكيمو تريبسن ودول انتي انفلاماتري وانتي اوديماتس ايجنت للسويلنج والارتشاح اللي موجودين في حقن الكيمو تريبسن وموجودين في راس الالفانترنا والامبيزيم والكيمو تريبسن. اتنشن لحاجه مهمه ان هناك كروس هايبر سنسيتيفيتي بين البنسلين والسيفالوسبورين، يعني اللي عنده حساسيه من البنسلين ما ياخدش سيفالوسبور والعكس صحيح، وهناك كروس هايبر سنسيتيفيتي ما بين التراي سايكليك انتي ديبريسانت والكاربامازيبين او الاوكزا كاربازين، بمعنى اللي عنده حساسيه من الاوكزا كاربازين ما ينفعش ياخد كاربامازيبين ولا ينفع كمان ياخد تراي سايكليك انتي ديبريسانت عشان هتعمل له حساسيه، وهناك كروس هايبر سنسيتيفيتي ما بين الاسبرين والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. اوكي، يعني اللي عنده حساسيه من الاسبرين شور ان هو هيبقى عنده حساسيه من الاندوميسازين او الايبوبروفين وهكذا. هاو ار دراج اليرجي دايجنوزد؟ نعتمد على الميديكال هيستوري، المريض يقول لك انا عندي حساسيه من السلفه مثلا او عندي حساسيه من البنسلين، وكانوا زمان بيعملوا الاي اليرجيك تيست ان يحل شويه بالدواء وبعدين يقطرهم في العين فالعين تحمر، ده طبعا مش سبيسيفيك تيست ولا سنسيتيف تيست، ده انت عينيك بتحمر لو دخل فيها شويه تراب او شويه هواء جداد فطبيعي ان عينيك هتحمر. اوكي، فده ما نقدرش نعتمد عليه.
لكن اللي بنعتمد عليه اللي هو السبكيوتينيوس سكان تيست تو كونفيرم او اكسكلود الالرجين. احنا بناخد بسرنجة انسولين جزء من هذه من هذا العقار وبنحقنه سبكيوتينيوس وبنعلم على مكانه. والله لو في الرجي هيحصل انفلاماتوري ريسبونس هوتنس وريدنس وسويلنج. مفيش الرجي مش هيحصل. طبعا احنا بنحقن حوالي نص مللي سبكيوتينيوس بسن سرنجة الانسولين وبنعلم على المكان اللي حقنا فيه ونسيبه ربع ساعة ونشوف الريسبونس ايه اللي هيحصل. في انفلاماتوري ريسبونس يبقى في الرجيك رياكشن، ما فيش انفلاماتوري ريسبونس يبقى ما فيش الرجيك رياكشن. خلاص. ولازم ابقى عارف حاجه مهمه، ان انا لو عملت الواحد الاختبار وما طلعش ان هو عنده حساسيه، ده مش معناه ان هو ما عندوش حساسيه طول العمر، لان في حاجه اسمها immediate hypersensitive reaction وديليت hypersensitive reaction. يعني في ناس بتظهر على الحساسيه اول ما نعمل لهم الاختبار يبان ان هو عنده حساسيه، لكن في ناس ما ظهرش عندها الحساسيه في ساعتها لكن بعد شهور اللي هو الديليت هايبر سنسيتيفيتي تظهر عندهم الحساسيه. عشان كده السبكوتينيوس تيست وخاصه للحقن اللي انا قلتها او للادويه اللي انا قلتها المفروض ينعمل كل 3 شهور، يعني كل 3 شهور اعيده. مش معنى ان انا عملت الواحد اختبار حساسيه ضد حقنه البنسلين طول المفعول ان هو هيتني طول عمره ما عندوش حساسيه، لان ممكن هذا الشخص يكون عنده ديليت هايبر سنسيتيفيتي اجي في وقت من الاوقات بديها له ما لحقش اسد السرنجه يموت. ايه اللي حصل؟ حصل منه. تقول له لا ده انا كنت عامله وما كانش عنده حساسيه. ده اكيد لا، هو كان عنده حساسيه بس ديليت ما ظهرتش الا بعد شهور. عشان كده تحطها حلقه في ودنك، اختبار الحساسيه النيجاتيف مش معناه ان انا طول عمري ما عنديش حساسيه، لان انا ممكن يكون عندي انذر تايب اوف هايبر سنسيتيفيتي اسمه ديليت هيظهر في فتره من الفترات. فلازم اعيد اختبار الحساسيه كل 3 شهور حتى لو المريض اظهر فأول مرة ان هو ما عندوش حساسية. ازاي بقى بنعالج الدراج الرجي؟ تمام. طبعا اول حاجة بتهمنا ان احنا نعمل ريليف للسيمتومز زي الرهاش اوكي والايتشنج وهكذا. فبندي انترافينس او انتراماسكولار انتي هيستامين زي الافيل او التفاجيل، وبندي انترافينس او انتراماسكولار كورتيكوسترويدز زي السولوكورتيف او الايبيدرون او الفورتاكورتين او الدكساميثازون. لو المريض عنده كافنج ولانجو كونجيشن بريد وعنده ديفيكالت بريسنج لازم بريد برونكو دايليتور، وده ممكن يكون انترا ماسكولار او اورال. تمام. لو المريض بقى عنده انافلاكتيك شوك ده انت مش هتقدر تعمل حاجه، ده لازم يروح المستشفى عشان محتاج ياخد ابينفرين اوكي، لانه عنده كارديوجينيك شوك. الانافلاكتيك شوك فيها ساينز اوف تارجت اورجان دامج من ضمنها الكارديوجينيك شوك والاريزميا، مش كده؟ فده محتاج ياخد ابينفرين. الابنفرين ده لازم من حسب بتاخد اي في دريب او اي في انفيوجن وبتحسب الدوز بتاعته كوركتلي، انت مش هتقدر تتصرف وتعمل فيها حاجه. فلو عندك ساينز اوف انافلاكتيك شوك تقول للمريض طياره على الايه؟ المستشفى. اوكي؟ خلاص. عالجت المريض زي ما قلت ما عدا الانافلاكتيك شوك، بيحتاج المريض ان هو يخش المستشفى عشان هياخد ابنفرين اي في دريب. اوكي؟ وده بعرف منين ان هو عنده انافلاكتيك شوك؟ زي ما قلت لك عندي لونس مريض لونه ازرق وعنده ستراجلنج فور اير بدور على الهواء، وعنده ساينز اوف تارجت اورجان دامج زي الاير كونفيوجن واللاك اوف كونسنتريشن واللوس اوف كونشسنس، وعنده رابط بالسريت وهايبوتنشن مش كده واريزميا. تمام. طيب واحد بقى عنده حساسيه وعايزين نخلص من الحساسيه دي لما لا نهايه، بنعمل حاجه اسمها ديسنسيتايزيشن. يعني ايه ديسنسيتايزيشن؟ بس ديت ما تنفعش الا اذا كان المريض allergic towards one or two agent، لكن لو كان حساسيه لاكتر من 2 agent مش هينفع اعمل له desensitization. لكن لو عنده حساسيه تجاه مادتين اقدر اعمل له desensitization. خلاص. التكنيك ده بيعتمد على ايه؟ ان انا بقلل sensitivity towards this allergen. ازاي؟ بنجيب لو فرضا واحد عنده حساسيه من البنسلين، بجيب البنسلين ده واعمل له dilution serial dilution. يعني ايه سيريال ديليوشن؟ يعني تخفيف تصاعدي. مثلا انا بدي 5 مللي جرام 10 15 20 25، وكل اسبوع ابتدي احقن جرعه من الديليوشن اللي انا عملتهم دول ان اسندنج اوردر. يعني ايه اسندنج اوردر؟ ابتدي بالخمسه والاسبوع اللي بعده 10 واللي بعده 15 وهكذا. ايه بقى اللي هيحصل؟
ده هيحصل ديسنسيتايزيشن، يعني ادابتيشن للاميون سيستم ان هو يعرف ويتعرف على هذا البنسلين جرادولي، فما يكونش اميون رياكشن اجينست ات، فيحصل عندي ديسنسيتايزيشن. اوكي، لكن قلت لك الديسنسيتايزيشن تكنيك اللي بيعتمد ان انا بحقن الالرجن بعد ما اخففه بسيريال ديليوشن وبحقنه اون ويكلي انترفال باي اسيندنج اوردر، تمام، عشان اخلي الاميون سيستم ادابتد على هذا الالرجن وما يكونش اميون ريسبونس اجينست ات وما يحصلش ريليز للهيستامين. تمام، ما ينفعش الا اذا كان المريض الرجن لواحد او اتنين ماكسيمم الرجن، لكن لو المريض عنده الرجي توردز ثلاثه او اربعه مش هينفع يتعمل له ايه ديسنسيتايزيشن. تمام. الحاجه الثانيه، لو انت عندك حساسيه من حاجه تسال المريض قبل ما تديله اي انجكشن، لو عنده حساسيه من اي حاجه لازم تبلغ الدكتور عشان تشوف انظر او انت تقرر انظر نون الرجيك الترناتيف. شكرا جزيلا، والناس تبقى عارفه الادويه اللي بتعمل الرجي كويس جدا، وتبقى عارفه ان الادويه دي بتحتاج هايبر سنسيتيفيتي تيست او سب كيوتينيوس تيست سكين تيست، وبعارف ان السب كيوتينيوس سكين تيست ده ما هواش مره واحده فور ايفر، لان في حاجه اسمها ايميديت هايبر سنسيتيفيتي وحاجه اسمها ديليت هايبر سنسيتيفيتي، بمعنى ان لو المريض ما ظهرش عنده الرجي فاول مره اجينست البنسلين طول المفعول فور اكزامبل، هذا لا يعني ان هو هيتنيته العمر عن ما عندوش حساسيه، لانه ممكن يظهر عليه في فتره من الفترات حاجه بنسميها ديليت هايبر سنسيتيفيتي وتبقى كاتاستروفيك. فلازم قلت لك حتى لو المريض ما ظهرش عليه الحساسيه وانا بعمل له الاختبار في المره الاولى، لازم ان انا اعمل ريبيتيشن للاختبار كل ايه 3 شهور. شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله.